وين جالس هنا يوديك لقيت مكان استراليا اسبانيا هند المانيا كويت الطايف ولا نجران ولا الهفوف لا تستغرب بتشوف كل اللي يخليك تحتار هذا برنامج كلهم عرفونا وحبونا ويسمونا هم آزار 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 تعرف على الناس آزار من كل الأجناس آزار واطلق العناس آزار يلا يلا ما آزار هي صدفة ما تعرف من فين بتكلم من جدة ولا من برلين تكلم من مصر ولا من العنا والسؤال بيجيك انت من وين برنامج معروف قلت لكم باختصار هذا برنامج كلهم عارفونه وحبونه ويسمونه هم آزار 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 تعرف عن الناس آزار من كل الأجناس آزار واطلق العناس آزار يلا يلا ما آزار وانت جالس هنا يوديك لقيت مكان استراليا اسبانيا هند المانيا كويت الطايف ولا نجران ولا الهفوف لا تستغرب بتشوف كل اللي يخليك تحتار هذا برنامج كلهم عارفونه وحبونه ويسمونه هم آزار 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 تعرف على الناس آزار من كل الأجناس آزار واطلق العناس آزار يلا يلا ما آزار هي صدفة ما تعرف من فين بتكلم من جدة ولا من برلين تكلم من مصر ولا من العنا والسؤال بيجيك انت من وين برنامج معروف قلت لكم باختصار هذا برنامج كلهم عارفونه وحبونه ويسمونه هم آزار 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 كل الأجناس آزار واطلق العناس آزار يلا يلا ما آزار ما حد بيفرح والله صح Glenn.